عيب هالولد هذا. غلط. ما الولد هذا رجع ممسوخ هكذا قد وغير حق سمرات وحق لعب وحق لغاجة. يعلم الله عدو بيسرق له وماشي. العالم الله كيف. أين سيرة أولي؟ ما اللي رجع هكذا؟ مدرسة الظهر حرام مع الببدي. صلي على رسول الله يا رجال. اللهم صلي وسلم عليه. الولاد كل يوم بيشل الشنطة ويسير اليوم المدرسة. شلوش بأذان شندي وهو. النعم بيشل الشنطة وبيشل الشنطة ولا الجامع. بكرة المدرسة لا بكرة الجامع طوالي صلاة الجامع يرقد لا ظهر لو ما يجي الإمام يقيم القومي يبني صلاة الظهر يعطف الشنطة وهاها إليك الله أينو أول عرس سد أنت ابنك أنت ابنك اخبر سد تشبه حجر ساعة هذا قوم قلعي موك بلا شيء دحين عاد قمت تدخل تفعل لك ساعة ولا ماشي ترقد لو أخذ رقدي وما أنا عاد أدبر نفسي استغفر الله العظيم الله أكبر عليك يا محمد لا ليلك ليل ولا نهارك نهار وانا عاد امبارح رقدت يدخل علينا عسى لا ليلى هاول قبلوا ما اليوم خلوا المجلس مسرج ايش تفعلوا لي مفاجاه نيت لهم راقدي انا وحدي انا يخلوا لي وحدي الحين عاد اضوي والسر ارقد يا طير يا ضوي الى عيشه قل لي متى انا بضوي الى عيشي مليت انا هذه العيشه قلبي من العزبه كام الريشة يا ها كام الريشة والله أنا عاد جنان وحدي ما بالله أدور لي حل وأدور كيف حاجة حي الصلوات الله عليك حي صلوات الله وقوة حياك وأحلى وسهلة حياك عادوحي 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 خدعني الأذان الأول وأنا قد بين أقول أنا عادوحي إنك الحق لك ساعة الحق لك ساعة يا محمد صلي على رسول الله اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب الله أين ها اين انت صلي على رسول الله العاقل انا ابوك قلق لا ذلحي انت قلق مريع احنا عبدي محمد وعاده وعادو حين ما وعادك الله صغير يا محمد ما انا صغير هيا ما بتصدي صلي على رسول الله ها اللهم صل وسلم عليه اهدى هدئ من روعك اين انت انا يا طويل العمر صلي على رسول الله وريج انا اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله انا أين أنت؟ تتحافل؟ أنا كنت في العرس عرس؟ أيوة عرس لهذا الساعة عرس لهذا الساعة هو أصلاً مش هو عرس واحد هما أربع عرس حي سيرت العرس مع أبوك دعوة مش مع أبي معي أنا معك دعوة أنا سرت بدعوة الوالدين لأننا أربعة بطعنة الوالدين مش صلي على رسول الله يا أبا مالك أنت هكذا من الله أبوك سير العرس أنا سرت هكذا أم أصحابي كيف ليش يصير العرس؟ إنه عرس لا ذلحي أيوة عرس لا ذلحي ها قل لي كيفي سرت أول شيء عبد الإله تزوج سرت عرسه عبد الإله بعدين عبده تزوج ها بعدين قاسم تزوج مش أنت ها قاسم الثاني ها وبعدين عدنا ذيك الجنة عدنا ما لا عدنا هذا ما صدمات السيارة هي بسر شرح السمرة وانت شير السمرة تصطمك سيارة انا ماشي ما ماشي تصطم السيارة هما هو ما صدم ما صمد ما صدم ما هو ما صمد ما صمد ما لك ما جمع صمد انا يا ابا اجمع صمد عند الحي صلي على رسول الله صلي على رسول الله ابا يضحك انا ضابح لهذا الحين بغير نوم
يا بدر الحين ما حصل لا خير مالك ما لك جمعت علينا الامه انا لي من ايوه يمه تعال هكذا يرضي علشان افديت البديه خليه يدخل يرقد مع الصبح مدرسه خلوا جلدي وخلوا مشان قومي ادخلي خليني اربي ابني خير الله مالك فجعتها هكذا حرم عليك خليه يدخل انا ادخلي خليني ابشر الولد استغفر الله العظيم من هذا عيجنن بناء النحله وتبات غلاس ادخلي ابا مالك يا بنت الحين صلي على رسول الله اللهم صل وسلم عليه لا ادخل لك في الموضوع انا وعادك تشتي موضوع ذا انا الشيء جايب لك في موضوع قصدي ما بش انا عندي مواضيع ذا الحين يا محمد ما بش عندي ولا خبر ولا حكايه ولا حاجه ولا ولا رقد اشتي في موضوع ولا موضوع رقد رقد تعال ها رقد هذا رقد وصباح ربح لنا مجبري يا نظر انا فوق من بيت غندر هاي ها علي انا الشيب هذا يجي يهرمني والله ما سبلت ارقد 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 ما ارقد وحدي اتقلب سعر رومي المشكله انه فاهم لي هو فاهم لي بس بيت مع راس بيت مع راس انا اشتي اقول له اشتي هذا الزواج وغلو صلى قبال ابي وضيع كلمه زواجي وبي بحرر كل عن سعاده لو ما يتضاير المعلومات عشان ما عاد يصير شيء حاجه مرقده مرقده ما حرقده ما بجابه انا اقول قمت باسمها ما قمت افعل قمت ارقد هان اها رقد خيرا من كبش النقاد انه بيرقد بلده بالعسيب بالثوب بالكوت بيرقد بهن كلين ها انه والله ما سبلت لي يرقد وانا ماشي من عايز لي انا وانا وحدي ها كيف افعل بالشيبه هذه ولا رضا يفكر ولا رضا يعقل كيف افعل به اشيل خطه خطه جهنمي كيف افعل افكر ايكوسين بلبلبلبلبل ايوه طلعت الفكره ماذا الحين اها كيف افعل به ايوه والله ما بالله يابا 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 سارق 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 وينو سارق وشو انا مدري سارق وينو ها وينو جا لهنا وقال بسرني هنا قال خلاص عيدي قدوه وما راح ابو وسارق هذا ما طعنك وحجعني القدوه ما بالله باسم والله اين وسارق السارق خلاص قال عيدي قدوه طمن جهز غدا وهذا الله يرضى عليك اترقد ها اترقد ولا طعن ابوك ذا الحين وهجع طعن ابي ونهجع سكت حتى يا ابا انا اشتي ارقد وغر في موضوع هكذا اشتي حاكك فيه صلي على رسول الله اللهم صل وسلم عليه واعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم ما هو الموضوع يا ولدي الولدي الموضوع يا ابا الموضوع ها ان انا اشتي اقول لك ان قد انا حق باسمه ان اشتي اقول لك حق مضرع ماشي ماشي حق الناس يا ابا ها اشتي اقول لك من قدنا شيء باسمه زبادي مش زبادي هي هو ما في نشمق الله يرضى على امك ها ما ادري يعني اشتي باسمه زلاغي مش زلاغي اشتي اشتي ترقد هو هذا الذي كنت انا مري يعلم منك فرقد ارقد ارقد اخا ارقد امتد طرح يقول طرح راسك هذا طرح حرام لا طبق ابوك ضحينه وما انزلك ارقد رقد إنا حرام التغصى والله واحد يرقد غصب وحرق التغصى والله ما سبلت لي أنا يضبح فيها كذا ويرقدني غصب وانا وصلت لعنده ازاي وحنبت زي 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 عن شغله
أشي زواجي ماذا الحين فصيح فصيح كيف أفعل به؟ ما بالله هي هيوة أخرج أمي من عندي يطعم حتى العلو واحدة من العزبة هيوة يمه أمه يمه يمه قد نقل ما قد رقتت رقت قد افتجعت قلت قد نقل ما انا بدي اقول ما قد رقتك خير من اللي حرام تدخل عركت ابو هذاك وديك قد يغري اخري اخري من هذا مالك ما ترقد مالك ما تخيل انا رقد مالك مالك ما ترقد الطرح هذا انا الطرح رقد ما عذبك ان انا دعيت امي مشى ابو لهب انا لي منعك مالك ما ترقد انا اشتي امي امك كثير راقدة انها مزرعنا قد تحدى دخلات انها عدو حين ما راقدت الساعة واحدة بعد من صفر لي ايوه وانت بتصيح حرام ما يصبرش ازعج تلجيلة خلاص يا بيت امي ما في عاشي امك تعبة تعبة مع راسها أبا أشتي أمي الله يرضى على أمه ما تشتي من أمك وذناها أنا أشتي أمي ترقد عندي حية 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 وحنش إنها ترقد عندك نعدك جاهل إنها قدك رجال قدك حق زواج أيوة أيوة أنا أفدى المكفى أيوة هذا الذي أنا بندوري هذا قدم برجع قد أنا حق إيش حق مضرع ورجع ورقد حق 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 الناس يا ولدي رقد حيرة الله عليك الأط أنا دايما ما عاد ينطقهاش من مرة رقد ما معلها واحدة حق أنت قلت حق حكمي حق بطونك رقد يا رقد خلينا ندخل رقد أنا يا أبو كيف رقد بقرب الثاني أنا سرت لك بطاني حاضر بعيني أها بطاني وتحصني أمي والله ما أدري يا أنا يا أول يا أنا يا أول ليلة هذه حق ما يحرق دمي أكل رقد يا محمد رقد ونعم والبطاني ما لها أنا ما قد بسرش بطاني جنز لا عندكم ذو الرزاق هذا كابتي لي بطانية فيه قالوا ما معك الله ما بالله ما بالله رقد ها رقد لا والله ما ترقد وانا ما اسرش ارقد ما بالله خرج امي الشيء بالله أي موضوع أجلسها لاه يجلس لها فجرها قبل بغرنا يا أنا يا هو أدبر الموضوع أمشي عم من الجن ولا يرقد أبا وري أبا يا يوم الجن سورة الليلة هذك عتقرح على دمه ما تشتي يا أبا أنا في راسي سؤال ما سرش أرقد لو ما حله نا يا ولدي نعدك بتشتحي نا سؤال هذا الساعة سؤال أيوة سؤال ضروري تجاوب عليه هذا سؤال في المنهج حقي انا بندرسه في المدرسه ايوه دي ما بحد بيصير فيها مه الا انا يلا ما هو سؤالها لي السؤال يقول اين دول الزرافه والنمر اسرع يلا جلس فكر لها بعد غدوه نقلتك الله يبني هذا سؤال هذا سؤال هكذا طريق جي كيف سؤال النمر ولا ما دخلنا من النمر ولا الزرافه يا بحل لي السؤال ساعدني في المناهج في الدراسة انا بدي اقول لك رقد وبرد لك من الحلول والمحلات عند بكره الصبح ويحل لك الاستاذ ايش صار من بدايه ايش صار قول لابن عمي ايش صار ايوه انا ما سرت رقد للمه بين افتجع تمام ما الذي بيفجع هكذا بين رقد وافتجع افتجع ليش للمه بتفتجع من ما الذي بيفجع لان انا وحدي حين انا وحدي بنفتجع لكن لو جي انت هو يعني امي ترقد عندي ادرقد ملان عيني امك امك تعبه نو يا ابا انا بنفتجع الصدق خلاص انا ادرقد جنبك رقد هي انت عند قصد انا واحد هي رقد يلا امري وحسبي الله هي رقد يلا رقد
ايوه بالضروري تقول جنبي علامه الافتجاه. ايوه ولا يهمك انا انا جنبك. بس ما 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 ايوه البطانيه لك. رقد 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 ماشي. ما والله دي حرام طرح. رقد ماشي والله. انت بي قلنا حرام تفلى. انت رقد ناهي. رقد وذن عاد رقد. اها يلا ما امري يلا. هيا ها رقد يلا. رقد انت الاول. انت الكبي ان انا وبه لك. انا وبه العمل يجي يفجعك. رقد اي والله ارضى عليك. اها يلا يلا. اها رقد. اها هيا مه رقد. سالك سالك. اها رقد يا ماو. يا مه رقد. ما تعرفني شو مه؟ لا لا بني رقد. والله خلينا نظارة من علامة الصبي الحلم. آه الله يفلجك. رقد قرب قرب. نامس جن نامس النمسي. رقد حيا والله حيا. راقد في التشهد الأوسط ولا الأخي؟ ما بالله ابني رقدت وقلبي على الصلاة. قلبك على الصلاة بقر مع راسه. رقد رقد. انت رقد ما عليك. انا راقد وذا بنفتجي عليك بتقوم تخطأ وانت راقد. رقد خلاص. ما هذا اللي بيطبز. اسعد الله مساك. اسعد الله مساك. رقد بيهري. ركيلة راقد في ضلعة ومه حترقد. يا بتخلي لي حالي. انا ما لك. ما تخلينا نرقد. انا خفت عليك بتهري. قلت ركي لك بشلفه ولا ما يجي. هيا اطلعوا ارقدوها. انا يا ولدي انا ما انا ولا برقد على هؤلاء. انا لله وانا اليه راجعون. ارقد امري وحسبي الله. يا ارقد يا ارقد. اعوذ بالله من شر الرجل. اعوذ بالله من ابليس. اعوذ بالله منك. الله ما تيبرم. حيا والله حيا. راقد حارس ليلي. ارقد يا ابا. ارقد من المعراس قط حصد الليلي جو. يلا هي تقرا حتى وهي. ارقد ما انا عاد ارقد. اها يا قلبي. حلا خارج ما داخل قدوم لا. تيت لي ما يكبدني برجلي ويدي. ارقد ما عاد الا ساعة وطلع الفجر يضحك علينا. أبوك عندك ولا ونجا؟ مسرع قلبته وعادي الليلة. أما هيا وينو. قوموا قوموا صبح. قوموا صبحوا هيا. يلا صبحة قوم هيا. يلا سلو. هذا وعادي الليلة. ليلة خيفوا معطوف ساعته ودا زايدة. محمد يلا يما هذا قد اقومنا اكتب هيا جو.
جني. اكتب جني. يا هاي وهاي. انا راقد باقوى قوتي. ايوه مستر جحالي. مستر جحالي ودانا حاجي وراقد. زوجني. اوه يا مان. زوجني. عيق راح مطرق وهو نائم فلا حرج عليه. اذن اقيمها يا حاج. وحاج. يا حوج. حاج. يا شبه. صباح الخير يا حجه. حجه بعد كحله. اي انا حجه. حجي ضق داخل. رقات. يعني. قدو يعني. هذا قدو جنان. هذا قدو جنان. هذا قدو في مرض. جيك هذا. جيك. جيك هذا. انت مريض. انا ابنك ما عاد عرفتنيش. انا له ابني طمنت لي الله يطمنك. ما هو الجنان هذا؟ لا خلي لا ليلي ليل ولا نهاري نهار. ان والنهار وانا قلق علي وان ولا تجنني في روحي. لا خليتني ارقد. لا رقدت انت. ما هو تحمل ذي بكر يهدي من الصبح على الريق. انا أنت. ولا انت؟ انت ذي ما خليتني اهجع ولا اقر. ما فعلت دلحي. انا اشرت صلاه الدكتور ده الحين. ان جت تلفون جيت يا حجه. هذا تلفون جيت انت تلفون. رتني مجنون ابن الذين. هذا جنان غلقي. كم رقم الدكتور هذاك؟ ما دراني عند دكتور. دكتور احسن دكتور في هذا البلاد. الو صباح الخير يا دكتور. انا اللي منعك. انا عند الله وعندك. انت لعبت حقك وقبل لي منعك. وانت شاقي معك ما بش معي شاقي. يا منعاه يا جهداه لي منعك. الولد حكي جنني خلاص. يلا مع السلامه. انت يا دكتور ويتي العدة عيجي لي اسمع عيجي شي يدكترني يجي طرطشك اولي يدخبش المرض. ما هو هذا المرض؟ تري ما هو هذا المرض؟ هذا جنان. هذا جنان. طلع لي اللوزي. هذا مرض انا جنبك ولا بنتفرج عليك بعد ما يقولوا علي الناس. ها فحن ما هو فحن يعني ما يجي دكتور ولا نصطبح قدور يعني الدكتور نصطبح جماعة وهو كذلك. جنان جنان. جنني الولد هذا جنني. اول يوم ارقد داري دحين فيني 24 عصبه. بيع بيع. هذا الظاهر الدكتور. جابوا بسرمن بالباب. كيف يا اختي؟ جاب سرمن بالباب. حي والله وطلعنا. حي حي. تفضل تفضل. اهلا وسهلا. خير سلامه. حياك حياك. حي الله الدكتور. حياك. هذا 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 ما خلاني ارقد والله. خلاص خلاص يا ابو. خلاص خلاص خلاص. ما هو دحين قول لي ما هو ما به مريض. ما له سلامه. جنى جنى طول الليل. جنى ساعه يفتجع ساعه سارق. قول له روح خذاها. حاسب بسرعه بسرعه. الادمي هذا اللي معه هدايا يا حج قاسم الله يرحم والديك. انا اشوف سرق. خليني ابسره لو سمحت. يعني ما اجلس انا وياه بس وحدنا كذا شويه. طيب حاضر. اغير وارجع. مالك سلامك. ما ودي بوجعك. ها ما ودي بوجعك. سكتك. لا سواء. ما انت قلت لي اقول. لا ما عليك هذا عملي. تفتح الفك. ما بشي. لحظه. لا لا باللوزة تنكر. ما بشي. هتنكرني. طيب طيب افداء افداء الله يرحم والدك. لحظه لحظه. اسمع صوت. ما بشي. السماعه معطله. اف انا جيفه. اي هل جي يا بدر. جي. ايش؟ تفضل تفضل. انت تحتاج لك علاج يعني ضروري الان. ما هو من علاج. وي صلى على رسوله دكتور. اللهم صل وسلم عليه. ما لك. جلس جلس جلس. مش وقت العلاج. كيف مش وقت العلاج؟ انه ضروري تعالجني. انت مريض كيف ضروري اعالجك؟ ايوه جلس وانا اقول لك. ها بسم الله. القصه ما فيها. ها مش وانا مريض. حلو. منو المريض؟ ابي فين نقوم نبصر ابو كاذب؟ ما ابي هو يشتي علاج بس يعني بطريقه غير مباشره. كيف يعني؟ شوف مرض ابي الوحيد. ايوه ايش هو مرضه؟ ايش هو؟ مرضه هو كلمه زواجه. ايش؟ مرض ابي كلمه زواجه. زواجه؟ ايوه. لو ما اقول ابي مثلا هكذا اصنف اشتي زواجه يجنني جنونه من كلمه زواجه. ايوه انا اشتي نكتي كلمه زواجه هذه بس بالتدريج.
لانه انا غلطت هكذا وعاد انا مسكين رحمه الله وصلت لعنده وعاد انا مزق العبر وحي ايوه وصلت اباه كلمه قلت ايش زواجك طم طرح مطرقه ابو الف ها انت مريض شي زواج يعني لا ما جلس مشلول شهر بعد المضره طيب يا احمد يعني انت ايش المفروض انك تكلم الام امك تمهد الطريق عند ابوك مش انت ها وتكلمت امي ايوه وامي كلمته حنقت من الشهر حلو يعني شنو حاكي هنا لمشي تغلق العياده الشهر ما اشتهيت كان كيف ايش انا قصدي لحظه لحظه هدا انا الدكتور انت الدكتور ايوه هدا وانا المستشار وانا مستشار هدا الحين انت جيتون هنا ليش اعالجك ايوه ابوك قال لي انكم يعني اجنن العشي بالليل مدري ايش كوابيس ما هو الكوابيس اللي بتجي لك يعني ايش الكوابيس ايوه انا في من 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 ضمن الكوابيس حقي ها ان انا لو ما رقد ايوه احلم انه في غابه غابه غاب والعشي ايوه ما بش قنادي قلت لي غابه يا سعد ما بش فيها قنادي ابدا المهم غابه حلو وبعدها لو ما اوصل للغابه ولا ابن مخلوق واجلس امشي 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 في الغابه هذا ولا تكمل واخيرا قد انا عدا قبل ما اقوم بسنتيمترات كيف يعني؟ يعني قبل ما اصحاب شويه ايوه يعني اشوف بيت بيت ايوه ايوه بيت اخر الغابه والبيت هذا ظلمي ولا في محلو سمع ايوه وانا اوصل يجي لي الفضول هكذا في الحلم يجي لي الفضول ادخل البيت هذا حلو بعدها افتح الباب اول ما افتح الباب ماذا زيب صوت الباب قدوم ذا حلم قلق للسنين ما أيوه؟ فتحته الا انا حلو زيب وفجاه وادخل انا ادخل لوسط البيت ذيك وحدي حدادي ولا ابن مخلو حلو ما ادري بنفسي لو قد بين اقول هلاو هلاو حلو وحدي يعني قد بين اتحكى انجليزي في الحلم حلو سبحان الله وارجع اقول هلاو ولا واحد يقول لي يجاوب ولا شيء فعلا واستكررها هلاو ورجع اقول اني بادي هير يعني ما هو اني بادي هير يعني هل يوجد احد هنا؟ اسالك بالله اي هذا ترجمه هل يوجد احد هنا؟ أيوه؟ يعني ما هل يوجد احد هنا؟ ها والله ما بحد انا بنترجم لك الكلمه اللي اديتها انت الحين ايوه وانا أيوه؟ اقول اني بادي هير ولا نحس فمن ثم يدخل فيني الرعب ايوه ارتعش اكيد اكيد فجأة واثنية هلا اوطي صوتي لانه ما عبش الا الشجاعة هذاك اول ما دخلت هلا وانسحب هلا قبل ما اخرج من الباب تنزل لي ماسورة يا حبيبي الوالد مش الوالد ها ماسورة من حق البيت اخبوك تزرعني هنا يا ويضفوا فجأة فجأة اصحى من النوم حلو هيا شو هذا يعني هذا بتشاهد فيلم فيلم رعب يا استاذ محمد اي هذا فيلم اي شو المرض انا بقول اي شو المرض هذه بتمرض لا تجنن في حالك المرض ان انا شي زواجي وبي دارين انا شي زواجي وبيدعمن وانا ايش دخلني انا في الموضوع يعني كيف ايش ايش دخلني انا ايش الحين ايش دعني ابوك انا ما ايش دخل انا خلني بس اللي عملنا بس اللي جاي يدعيني زوجي ايش دخلني انا انت دكتور ايوه طيب يا اخي الدكتور اين العمل الانساني العمل الانساني في عملي طيب وهذا هو عمل انساني بسم الله اعتبر عمل انساني وخدم عازب طيب هو قد احنا جيران ها ايوه قد احنا جيران يعني اخدمني الله يرضى علي طيب ايش اخدمك ايش اخدمني ان تساعدني ان احنا نستطيع نكلم ما بي انه يزوجني اقول له انا شي اقول له زوج ابنك مش هكذا مباشره انا معي خطه ايوه اشتق تطبقها لي بالحرف الواحد وهي عاد اصبر ايش الخطه هذه الخطه اسمع ايوه الخطة يا حبيبي على زواج اسقاط زواج مش تقول لها زواج تدريجيا تدريجيا ايش رايك؟ يعني الباقي عليك
انا اساعدك بس انا ما اتدخلش لانه ابوك يعني يزعل ويحرق دمك. هو بيحترمك هو بيحترم الدكاتره. اي انا داري بس يعني اعرف السياح وواصل لعندي. ما هذا هو السياح هو غدو والف اساله بي جابنا مجبر. خير ان شاء الله انا اعتدي جهدي والباقي على الله ان شاء الله. ان شاء الله بس انت يعني متاكد انك حق زواجه؟ ها انت متاكد انك حق زواجه؟ انا متاكد من نفسي. متاكد؟ متاكد. طيب هل هذا الان الذي لابسه نظاره؟ ايوه نظاره. لا هذه الاطار حق النظاره. شوف يا حبيبي اي نظاره ونزلنا الفريم هذا يا حبيبي. ما شاء الله. ايوه لانه لو ما نرفعهن بشكل ضباب. طيب اين الوالد؟ الوالد نعم يلا انا عاد اصيح وانت تصيح له الخطه اللي قلتها لك. المريض حلو يلا يلا يابا يا قلبي. طيب شويه شويه يا قلبي شويه يا قلبي شويه شويه يا قلبي لك الجبا يا قلبي يا قلبي يا قلبي عليك الاسف. ها انا اجيبه. ايوه ايوه هدا ايوه وانت صيح لي جيت طيبك انت صيح لي صيح ابوك انت البيت النقد انت من البيت يا حاج قاسم. يابا انجاه ولا الولد مريض؟ الولد مريض. جلس 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 يا قلبي يا قلبي اين انت يا حج؟ قال الولد مريض خلاص الولد مفلت له هكذا عند هذا الوقت كله. يا قلبي يا قلبي قلبي الولد مريض. كيف هذا داري انه مريض للمتينة بس قد لف فتر مريض فتر يعني هذا ما يصلح شاذ على بسلة حل. ما هو المرض؟ ما هو المرض؟ المرض قلبه. مرض القلب. قلبك يا محمد. قلبي يا ماله. قلبي يا ماله. قلبي بيدق بيدق. ما ايش يفعل؟ ايش يخرج الوي ينفخ الارض على الماس. ماله يا دكتور لي منعك؟ هذا هذا حاجة ايش تعلى؟ ايوه علاج. ايش تعلى؟ مع السبايش علاج. جيت اقول لك ايش العلاج؟ ها هدا يا حاج قاسم هدا هدا صلي على رسول الله. اللهم صل انا اقول لك العلاج انت تي. شوف اي حاجه شيء ابنك تقول ها على طول انه اي يصير في داهي يعني انا الولد يموت. علاج علاج هو علاج. ايوه بس قول لبي لها العلاجات كلها. طيبها في اكتبهن في ورقه. رسول الله اللهم صل. في معك؟ ايوه معي انا حاضر حاضر رصد. طيب نقول اول شيء الحنه. ايوه حنه ضروري اشتري حنه. يا مه حنه يا اخي حنه مه حنه علاج قلنا علاج ايه حنا الحنا وعلى أيوة. لا لا ما لو ما تحنا الحنا يزقع في يدي ثم دواخلي وتعالج يتعالج وتنتهي. لن انتهي ان شاء الله. لا قلنا علاج هذا هذا علاج احد سمي قول. انا قلت لك ها ايوه يا دكتور فهمني انا ما اشتري ما هو. انا قلت لك قول ايوه عمد الولد يا قلبي مريض قلبي يا قلبي خلاص حنا يا قلبي حن حلو حن 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 حنا اولاد تسعه. هدا هدا خلاص يا به. وباقي يعني تشتري لك كوت جديد وثوب جديد وجنبي جديد وجزم جديد وشال جديد والسلام. بس دلع دلع جديد 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 لا عاد كل بالي جديد للمهل الكوت والدي على مدى الحنا. الحمد لله ابي فلاي على مدى بتخرقوا بلا اصحاب انه لبس ابن فلع. انا منكرنا هذا ابي متأكد؟ ايوه ها بس هولي زيتي باقي 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 ما احب باقي لك العلاج باقي. طيب باقي الفنه فنه 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 ايوه على يا للمع الفنه علشان علشان صلي على رسول الله علشان انه لما لا 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 علشان يدق للشباب علشان يدق للشباب والشباب يزقعوا والحنه يزقع في يدي في دواخلي. طيب فنه هي ها حلو ايوه ما عرفه. باقي المنشد. اصبر يا مرشد. مرشد حرام لا يقعد طعن لو ما يجري الدم للركاب. مش مرشد. ليس مرشد منشد منشد. نعم يعني وعدك انت قلت مرشد. منشد منشد الله يحفظك لا تكون الله يحفظك لا تضحك نشاط. طيب مين حقوا الاثنين فارحي مرشد ولا ناجي انا ما علي. صلي على سلامه. اللهم صل وسلم. كنا كوت حنا عسيب والله منشد منشد الولد منشد للمال منشد منشد على مد ال على ميد ما على ميد ال على ميد ما هو الزفة زفات ما زفات ما. صلي على رسول الله. زفات ما على زفات ما الزفة حق الناس حق الناس حق الناس ما علينا حق الخرسانة يوم خرسان خرس وخرس حق ال ابنك شي زواجي يا حق ما ذي قدر هذب له هو قال سيزواجة محمد سيزواجة 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 أنا مرضي قال هو قال لي قال لي سيزواجة
ايوه ايوه انا اريد اقول ذا الشيء زواج. انا الشيء زواج، انا بنطلبك مطلب حق، افتج اطعم ما افعل ما اشتيت، الشيء زواج. وبيقولها في وجهك، اقولها في وجهك، في عرضك، في زغنك، في الموقع، الشيء زواج. بنطلبك مطلب حق ومطلب حق. بيطلبك مطلب حق، حق في حلقك. صلي على رسول الله. قلت لك تعالج. ايه بس قلت لك تفعل لنا نثر التخ. هذا مرضي يا حج قاسم، فهم الله يرحم والديك، الولد مريض. الشي زواجه. يا قلبي. ماشي عجز مريض طول الوقت. شي زواجه. ايوه. ومن معه هذا زلط وما يشي يتزوج. اي عجيب. ومن عيطي لها. عجيب رزقها الله يرحم والديك، لا تعسرش الدنيا. عجيب رزقها. وما الذي عاد يقبله؟ ما الذي عاد يقبلني؟ ألف ومئة ومليون واحدة تتمنى أن يتزوجني. ما قلتش هذا المبلغ هذا داخل اليمن، ألف ومئة ومليون يا محمد. ها ها. أنا بنحسب في العالم مش في اليمن. هو مش هو مبلغ في العالم اليمني. يا أخي أنا بسمع زوجك أنا يا محمد مالك. الله أكبر. حي. الله أكبر. هذا دكتور. هتزوجك. أنا في دارك يا دكتور. أنا في دارك يا دكتور. صلي على رسول الله. أنا في دارك. أنا في دارك. هذا دكتور. هذا دكتور يعالج المريض، يعالج الحالة. لا وما يتمها، ما بيش معها علاج، يديله علاج. في شيء عنده، في شيء شيء. حياك وحيا أبوك وحيا جدك يا قنديل الذهب. يا لا ها ها يا شنب كذا يا دكتور أنت. حياك يا شنب النمر، يا قنديل الذهب، يا دكتور. يا دكتور أنداري إنك فعلت. حياك يا قنديل الذهب، يا والله بس حياك يا أتقلب. حيا وحيا تقلسك بقول خالد جابر الناس. لحين داري ما فعلت هذا يا دكتور، عايز زوجه. ما زوجه أزوجه ليش ما زوجه؟ عجبني الولد صدق. عجبك الولد؟ رجال شي زواجه. الله أكبر. طيب أنداري الزواج تشتي ودشتي، هذا شيء يراجع لعندكم. وين الزلاد بس؟ اه احنا بدك الزلط. اه الزلط موجودة. هي موجودة الزلط معي، مخبى الزلط. اماني يا محمد يا معرّة. من هذا وبني رجاء؟ ها ذاك الشبل من ذاك الاسد. اين اسد وين ضلي؟ رجاء تتي الخبية تيه تي الخبية وده حمحنا كدي مخبية جاهزة، ما تحتاج للخبة، هي كدي مخبية. انه ده احنا قادمين على عرس. أيوة أنت قادم على عريس، قدم أنت، لأنه أنا حلفت يمين ما أخرج الزلط إلا لما تدخل المريكة، ما دخلت المريكة تخرج الزلط. أنا قصدي يا محمد بدل ما نسين نترجع للناس التولنا نتين نتغربك وقد حاجتنا عندنا. ليش نتين وأنت الله يفتح عليك؟ ليش فعلوا قال؟ من دياك يا من المحبة. وبعده تدخل مرادي، أول ما تدخل مرادي عندي أنا أخرج عد عدالك وكشكشها فلاش. بمشهدك يا دكتور. خلاص وهي كلمة. أها. زواجي. بسم الله. يلا. بعد شهر ها. ما. بعد شهر. أي إن شاء. وين ضلي. بسر هذا جهزه. بعد شهر من شو بدنا. خير الأمور. خير الأمور. بسم الله. أي قاع مدرك من هناك. عفوا. ما هي العملة هذا الذي فعلتها لي بيدي ورجلي؟ يقوم يزوجه. الناس تقدقوا وشغلوني صياح لي، كل واحد يشتي حق أول ولد ولا حكاية. داخل أكل وشرب غير من تحت الباب وستو. وتنظر خناجر ولا في ذهنه. كيف أفعل بالولد هذا؟ أين يصير واحد؟ من حق الناس. هي خير ما به. خير ما به. قرحنا الضمر كله. نسعد ابنش، نهجع ابنش، شكابي عند الناس. ما بي واحد لو قال ابي ما زوجني. زوجنا. قرحنا الضمر. ويا ليت عادي مرة تستاهل. يا ما قلت. لها 3 شهور داخل الغرفة لا دخلت ولا خرجت. قلبتني عندها خدامة. لا عاد بتعاوني ولا عاد تخرج تفعل معياشي ولا تكنس ولا تغسل ولا تنظف ولا تفعل شيء.
قلبتني عندها الخدامة أنا. وي 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 نو ما نخرج الزراد من الوالد من الصياح وشارك حاكو بها للناس كونا قوم ادخلي. أنا بين أقول ليش نشتي خرج الزراد أول الناس بتحاسوني بتسمعي أنت على دقتك وضجة في الباي. هيا نصاحبناك وعلمه. طيب ادخلي ادخلي عاد اتفرج لي ما عرفتني. عالم الله من هو؟ السلام عليكم. لا وسهلا. هلا وسهلا حج قاسم. هلا وسهلا يا حج قاسم كيف حالك؟ حياك 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 الله يا اخي قاسم. هلا وسهلا بالحج. حياك حياكم الله كيف انت؟ من معنا منشد. حياكم والله كيف انت؟ حياكم الله الله يحفظك. كيف انت يا عم قاسم كيف حالك؟ وين انت مع ابن مسلك ورا؟ والله هذا 24 ساعة. حياكم الله. هلا الله يبارك فيك. قبل قلنا جينا نمسلكم بس لا تحتاج شي شي ولا شي بس. الله يحفظك ما عبش معانا ولد نزوج. الله يرضى عليك. دحين قلنا حاسب بالزاد يا عم قاسم. عيوني عيوني اقلع لك قناطر. قدامنا شهر واحنا مريعنا يا عم قاسم. الله يرضى عليك. ورع الزرق بدون احراجات بس ما بش داعي لاي حاجة. تفضل. طيب حاضر بعيني قد بنقول لك الزرق موجودة. هي في الحظاء. وهي عند الولد. والولد عدو حري ونداري شهر. خلق انا محتاج. من عيوني قدوة. افعل لي وعد. حاضر. غدوة ما تمزين لو هي عندك. الله المستعان. غدوة؟ الله. غدوة؟ يلا. الله يفتح عليك. حاضرك يا عم قاسم. الله يقوي عظامك ويرطب حجرتك ويرفع ملعقتك. الله يفتح عليك يا محمد. ما رضيش يدوب راقد. ما رقد ما حرقد. يا بنقول ايش كيم يا الوالد. ما فعل لك دخل عند قومه. يا جني شلو الوالد هذا. محمد. ويا محمد. اه نافخ راج ناي ناي يا هاك يا معه ناي بخان يرقد بحجر الله بغير حسد. قلنا يا ولد انا اشي جابرك يا بعد انا يلا طعمت النوم هذا ليا يا قوها عرضة عليك يا بخان يرقد الله يرضى عليك. قالوا جي جي مع معيلك مجبر. انا شوي وعد اجيها يا حج قاسم. يو يا رب حج قاسم. مان اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا. حيا الله. تفضل 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 يا اخي. حيا الله من جاء ايامه. وين انتم؟ موجودي. لا اليوم مو ذا بنجي ونصير ما حد بيجاوبنا. لا انا موجود والله موجود انا في البيت قرب تري كيف تري انت تكتك. وين واحد ما حري محمد هذا؟ محمد دار انه شهر العسل هو هكذا وهكذا برد لك بس. هيا اكتبونا ان شاء الله حكينا. من عيوني هولا هولا اقلع لك قناطر. ما عن شي غريزات حكي بس ارح لي بسرعه. خلاص اصبر علينا. اصبر قداش يا اخي ما عندك شاه. حركتوا حكي الزينه. حركت وزع المسمار الخيمه حكي ما عاد باقي. صباح الخير. اشي حكي يا زلاد. صباح الخير. اهلا يا حري واهلا. اهلا وسهلا. دام الله سرور. سرور دايم. قول اليوم. قول لبني اكل. لا اليوم لا الحين ها. حركت الخيمة يا نظار. ها؟ حركت الخيمة. خذ بالله من الشيطان عاد انا حري ما يصيحش فوق الحري وهكذا. انا حركت الخيمة عاد حرك الكل ما اقول لك. انا دحين بتصيح ان حركنا خيمة. وذا بيقول الرجال. ايوه حركتوها. يا اخي الدنيا برد حركنا نص على مد يدفع النص الباقي. طيب ادفع ادفع يا محمد. هذا جوابك انت وابو. ماشي ماشي ماشي. الا هذا جوابكم ها؟ يا اخي منك الصبر. ما عبش خلاص الوجه من الوجه ابيض. يا عليك لابس حكي من هنا ومن هنا انت وبنا يا حكي لازم كلمه خاطرك. ها ها كلمه. ادفع. خرجت انا انت برد ولا كنت دافي. دحين ما رايك ترجع تدفع. اما خلينا نرجع نجلس يا محمد. يا ابا خلينا نرجع يا ابني قوعها يا ابا الله يرضى عليك يا محمد قوع الي لو. اها يا محمد. ها نا يا محمد نداري الناس بيدقدقوا علينا ويستوى كل واحد يشتي حق وانا نداري دحين ما ولد دخل في الموضوع ما ودي تشتي يا محمد. ما بالله اشتي ما تشتي از ما از الزبادة اي ماشي بصير مسرع جا القضاء اشتي يا محمد على ميد الناس الزلابية يا محمد مع الزلاغ ايش؟ اشي الزلات؟ الزلات حق الناس. الزلات؟ اه الزلات. النذاحين هذه ما تشي مني هرمتني دقدقة دقدقة. يا الله احنا وهرم العجايز هذا ليا. هيا وانت ما معش داخل المكان هذا.
معك الا جايه خلاص هذا من المبنى ولا الجيره الجيره ما عليك الجيره مالش بتصيحي ساعه الدجاجه اللي بتنقر ما علينا هذا امي امي عاد انا عروسها ما تشي نخرج افعلش انا ما اعرف صوت امي ومرتي ماشي بس على 20 ساعه اسلم بسرعه ما اسلم يا محمد جيجي اسلم تحتديني او تحتديني حيض انت كذا انت عجوزه خرفه يا ولد افتحي عيني هاك ونخرجي عاوني جالسه وسط الغرفه بتبصر نفسها يا الله خارج نحن وهذا الخريفة يا الله مالش يمه مالش بس هذا بسر امك ما بتفعل مالش وين يمه هيا تبصر مرتك وقع رجال يلا لا مريم والله مش هكذا الله يرضى علي شيء ما بلغوا يا الله غير ام الام هذه انا ما اقبلهاش مشي غيرها تمام انا بسلش من هيا ما هي هذه المره اللي بدها تولي هي اجعلنا مصيبه ما عندها لها انا بدها تولي من مره لا تخرج تعاوني ولا كان يسمعي قلبتني عندها لا خدامه انا يا انا يا هي هنا ولا بيت اخي اشرف لي يا لطيف في شيري في شيري ما مش ناقص خلي مصيبه للبيت ما فعل بها هي جت هنا تعاوني ولا جت داخل الغرفه جالسه سكت ولا خبر يا محمد ها لها ثلاث شهور داخل يا با مالك مالك انت ما يصلح صلوا على رسول الله عاد انتم في اس بس امك عند خالك يلا بيت اخي اشرف لي يلا هيا ناي ناي ما بيت اخي اشرف لي تواضع يلا انا عند امي هذا ساعه سريع الاماء ما اعرف ايش هيا جن والله انا ابو خبا يا من ها اهلا وسهلا حي الله هالنسب الوالد ياك يا عم قاسم يا مرحبا لا وسهلا سهلا تفضل كيف حالك كيف تفضل تفضل يا اخي وين اجى الحري؟ موجود موجود وغرو انا سلد التكه طيب اين البنت نسلم على البنت عشي عشي كل شيء موجود ها انك في امورك كيف الحمد لله كيف انت مرتاح كيف العمل كيف الشغل اللهم الحمد الشكر ونسال عنكم ايوه كيف الجهاء خيري احمد الله كيف امورك والله الحمد لله على كل حال قد ذاب تبشر دقدقه ابواب ومقاضه زلط والولد حكي ولا خبر خير ما به الولد حكي ماله وبكى القباله وانت مشهد قال ان عيتم الزواجه وتري الزراط ما قلتهاش ما لا حاج ان شاء الله يا ابنك والله ما ماليش دخل انا اين البنت نسلم عليها هي عجي انت قلت صيح لها ايوه يا هدا ادخلي ادخلي يا بنتي ادخلي سلم 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 جي تفضل جي كيف حالك الحمد لله مرتاحه انا بخير مثل القمري خليها يتحاقى انا تايتاي بتحاقى لا انا داري انا لا عندي انا ها مرتاحه يا بنتي انا تقول كرش عصايا حج مسعد انا داري هذه بنتي انا حكي انا وانا من كرتك بنتك هانا ان جاء محمد يضبطها غيمة انا محمد رسلناها وده ها وصل وصل اهلا وسهلا عمي اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا حياك الله كيف حالك؟ الحمد لله كيف انت؟ بخير مرتاح جلس جلس اهلا وسهلا حماء يا جاء جانا كل واحد جلس جنب ابوه جانا اسمها بسر البنت البنت هي امانه في عينك الله المستعان فنيني حق عيني وظلت فنيني حق كبير يا به مه وانت كنت شاهد ايه ما تي لابو كسرت هي محمد ما بل الموضوع ما فيها جي ما اقول لك الموضوع ما حتى فيها جي ما اقول لك قلنا هنا الموضوع ما فيه قلبك الله يعني انت بي ولا عن عمك حبيبي قلبك الله يعني لو اجيت لها زلط واحنا عاد احنا لسه يعني عاد احنا متزوجين بدا انفرض يوقع ولد فجاه ولا مرض بعد 19 كيف انا مرض ولا اي حاجه هلا ايوه وقلتك الله ارجع اسئله تلبس صلوات على المحضر اجلسوا انا ما زوجتك لو انا داري حاول تخرجها الله يخرجك عنده بسم الله صلي على رسول الله حاج قاسم ها انت الاب وانت الكل انت الاب وانت وانت اين الضرات حق الناس ها شي الضرات حق الناس انت ضمي انا ماني ضمي انا شاهد طيب شاهد الولد بيفكر تفكير صح وانا ما زوجت الا وانا واثق فيك يا اخي صد الله على نفسك بتسقضي انت الديون انت الاب ليش يعني وجدت انت ليش واحنا اصلا عنده نعم يعني ما عم نطرش احنا عندك في البيت ويح المد الله يعني والله ايش يا بشر بالله
لا يا محمد انت داري ان الناس بيدك تقول كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم والناس بيدك تقول كل واحد شيء حكاه وما بش اي باب ما يدقدقوش كل يوم ضروري من الدقدقه ما تقدق مثل دقدقه هذه الدقدقات مقاضتي يا بش حاكيك في موضوع خي ما بي مالش ما ولا فيلم البيت وين اكل البيت يلا زين في ايدوان يلا بسرعه ما لا ما لا اتكلم الى البيت وي ها ها ما في انت قالك بنت احترم زوجتك انا عي مزرع قلب بتاع مزرع ما لها البنت هذا احنا حبايب ما لها البنت دحين اسمع صلى الله على رسول الله لا بنت ولا قمري احنا دحين في الزلات حق الناس ما هذا فيهم مال الزلات المركر عجاو يا عم صل على رسول الله اللهم صل وسلم عليه احنا عند فهم عند فهم عند فهم عند فهم عاد عند فهم عند فهم فالبنج. انت شاهد ها حبيبي اننا اتيت الزلط ها صلوا على رسول الله انت شاهد اننا اتيت الزلط انا ست انت وابنك في الزلط انا ما دخلني في الزلط انا الحين انا البنت بتشكي وتبكي من اللي بتشتري يا رجال رجال ومرته عايشه تو ما ادري شو بتبكي ما ادري بس بنتي تجي تبكي عندي عاي نحرمني مثل قرش حرم لي قاعد طعن لا تقول قرش وما قرش انا ما اعرف ها يا به حرم معك بالله يخرب البيت يا مرحبا لا وسهلا حي الله الدولة حكنا حي الله حكومة يا محمد وسهلا هانا لا والله ضيوف حرام ما تغطينا انا اخطا معنا يلا يا حج يا ابي يا غساب يا محمد ها تعال يا عسكري افتح على قهوه يا محمد ما يحتاج رسول الله رجال يلا بسم الله بسم الله يلا بسم الله اسمع البيت البيت اسمع 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 يا بنت البيت يا بنت اسمع اسمع يا اسمع انت ما بك شيء خير وانت ما انت طايع لابوك وامك انا طايع طيع ابوك وامك فما قدك رجال ذيك البيت حق انت عرفت تجي لهنا قاعد رجال امي 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 ضقت امك ولا ابوك انا ما ليش دخل انا امي قد ضحينا قاه اه وابي حبسناه والبيت فضالنا امنت مستقبلي انا ماشيش ولد هكذا ها جهنم ها انا زوجتك هنا ما ضربش انا هذه زوجتك اخترتك هنا انا دعني انت اخترتك انا شي منك حاج واحد انا ما بسرق ما انتش طايع لابوك وامك انا عتسير من الله عيني ما عتوفقش في الحياه ما بيش معك خير ولا عقع لك خير سمعت ضغ بيتي تعرفه خاطر ما ضغرني كلمه لكن ما فعل لا مزوجت لي ولا عزب مستريح اللهم احفظ اليمن وأهلها اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا وأمتنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره